بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في الجلسة الثانية من ورشة معالجة الصور في المطلب. في الجلسة الماضية تعرفنا على الإيمج لي أوت وكيف أن كل بكسل يتم تمثيله بعنصر في المصفوفة ويتم تحديده بمعلومتين: الموقع بالنسبة لمصفوفة الصورة والعمق اللوني أو تركيز اللون في كل بكسل. تعرفنا على أنواع مختلفة للصور من باينري إيمج وجراي سكيل إيمج وآر جي بي، وأيضا استخدمنا العديد من التوابع المفيدة مثل امريد، امشو، امرايت. في هذه الجلسة سنتعلم بعض المهارات العملية في معالجة الصور. مثلا قد تحتاج إلى قص جزء من الصورة أو إلى إعادة تقيس الصور بحجم معين أو تدوير الصورة بزاوية معينة أو قلبها أو عرض عدة صور لمقارنة النتائج. هل سأضطر إلى إخراج الصورة من الماتلاب إلى برنامج تحرير صور آخر لإجراء هذه العمليات البسيطة؟ كلا، بكل بساطة يمكنك أن تقوم باستخدام توابع في الماتلاب لتسهيل العمل. إذن كيف سنفعل ذلك؟ أولا سنتعرف على كيفية اقتطاع جزء من الصورة وتخزين الجزء المقتطع في صورة جديدة، وذلك باستخدام تعليم mcrop. لنقوم بقراءة صورة mshow. هذه الصورة لدي، أريد أن أقوم باقتطاع هذا الجزء من الصورة وتخزينه في صورة جديدة. باستخدام تعليم mcrop، أولا سأقوم بوضع اسم الصورة، اسم المصفوفة التي تم تخزين الصورة بها، ومن ثم تحديد المستطيل الذي أبعاد المستطيل الذي أود اقتطاعه. تحديد أبعاد المستطيل يتم أولا بتحديد إحداثيات النقطة الأولى X1Y1 الموجودة في الزاوية العليا اليسارية، ومن ثم تحديد أبعاد المستطيل العرض الطول والعرض. كما تعلمنا في الإيمج لي أوت بأنه يتم تخزين الصورة في مصفوفة، وهذه النقطة تكون إحداثياتها 0 0. أريد اقتطاع هذا الجزء، سأقوم أولا بتحديد أبعاد إحداثيات النقطة الأولى X1 Y1، ومن ثم إذا أردت أن تحديد أبعاد المستطيل سأقوم بتجريب طريقة بسيطة بأن أقوم بأخذ إحداثيات هذه النقطة وطرح الإحداثيات النقطتين من بعضهما كالتالي: لدي النقطة X2 Y2، بذلك تحددت لدي النقطة الثانية. لتحديد الأبعاد أقوم بطرح الإحداثيات من بعضهما، ثم وضع هذه المعلومات ضمن التعليم mcrop. M أولا الصورة، ومن ثم X1 Y1 لتحديد هذه النقطة، ومن ثم البعد X2 ناقص Y1 Y2 ناقص Y1 لتحديد البعد الثاني. كيف يمكنني تطبيق ذلك من خلال التعليمات البسيطة التي تعلمناها في الجلسة الماضية؟ نحن تعلمنا تعليم mshow، وهذه الأداة تمكنني من معرفة موقع كل بكسل. حسنا، سأقوم بتحديد هذا البكسل وأخذ موقع هذا البكسل. تضغط بزر اليمين ومن ثم export to workspace، فيقوم بإخراج المعلومات هذا البكسل إلى متغير في الworkspace. سأقوم بتسمية المتغير 0.1 مثلا، وأيضا سأقوم بحفظ النقطة الثانية export، أقوم بتسميتها 0.2. أوكي، لاحظ كيف يتم حفظ الصورة 0.1. نستدعي المتغير الأول 0.1، target للنقطة و position للموقع. أنا ما أريده هو هذه المعلومات، كيف أقوم باستدعائها؟ B1 تساوي 0.1.position. حصلت على هذه المعلومات. وأيضا للنقطة الثانية 0.2، حصلت على أبعادها. أصبحت لدي أبعاد النقطتين، إحداثيات النقطتين B1 B2.
سأقوم تخزينها بمتغيرات x1 تساوي b1 y1 تساوي b1 العنصر الثاني البعد الثاني، وأيضا b2 x2 تساوي b21 y2 تساوي b22. الآن سأقوم باقتطاع الصورة m1 تساوي m كروب، وضع اسم الصورة m، ومن ثم تحديد أبعاد المستطيل. أبعاد المستطيل تحديدها ب x1 y1، ومن ثم الأبعاد x2 ناقص x1 y2 ناقص y1. الآن يجب أن تكون قد تم اقتطاع الصورة. لنعرض الصورة m show m1. فعلا قام باقتطاع المستطيل الذي قمت بتحديده له. هل هناك طريقة أسهل؟ نعم، هل تذكرون أداة mTool التي تحدثنا عنها؟ سأقوم بفتح الصورة بها. Tool واستخدام Crop Image، هكذا سأحدد المستطيل الذي أريده ومن ثم Enter. طبعا هناك العديد من الطرق والأساليب لمعالجة الصور. Resize، يمكنك إعادة تحجيم أو تقيس، إعادة تقيس الصورة ضمن أحجام جديدة واستخدام التابع M Resize مباشرة إلى النصف، فأقوم باختصار عدد البكسلات إلى النصف. مثلا الصورة M، هذه الصورة ما هي أبعادها لنرى؟ Size M، هذه هي أبعاد الصورة. سأقوم بتخزين صورة جديدة M2 M Resize وتقليص حجم الصورة M إلى نصف. لو عرضتها M2 أصبحت تقلصت الصورة، ولاحظ الحجم Size M2، هذه هي الأبعاد كانت 420 أصبحت 210، وأيضا البعد الثاني تم تقسيمه إلى النصف، وبذلك حصلت على حجم جديد للصورة. أو لنجرب العكس، M3 تساوي M Resize M2 الضعف، سأحصل على الضعف الآن. Size M3، لاحظ أبعاد المصفوفة كانت 420 أصبحت الضعف، وهنا أيضا الضعف. تدوير الصورة بزوايا معينة باستخدام التعليمة M Rotate، حيث يمكنك تدوير الصورة بعدد معين من الزوايا مقدرة بالدرجات. استخدام التعليمة، تقوم بوضع التعليمة M Rotate. وضع M وهي الصورة التي المراد تدويرها، Angle وهي الزاوية المقدرة بالدرجات، فإذا كانت الزاوية أكبر من الصفر يتم تدوير الصورة بعكس عقارب الساعة والعكس بالعكس. ميثود، هذا البرامتر اختياري يأخذ إحدى القيم التالية لاختيار طريقة التدوير. تحديد حجم الصورة بعد تدويرها، فإذا استخدمت كروب سيحافظ على حجم الصورة نفسه، أما لوز وهو الوضع الافتراضي سيقوم بتغيير حجم الصورة بعد تدويرها. M تساوي M read، سأقوم بقراءة الصورة girl. M show M، هذه هي الصورة لدي، سأقوم بتدويرها بزوايا معينة. M1 تساوي M rotate، أقوم بوضع الصورة ومن ثم الزاوية M مثلا 45 درجة. لنعرض الصورة M1، لاحظ قام بتدويرها 45 درجة. لاحظ الحجم Size M و Size M1،
ازداد الحجم بسبب تدوير الصورة أخذت حجم أكثر. في حال أردت استخدام الصورة تدوير الصورة واستخدام نفس الحجم M2 تساوي M rotate M وأيضا 45 درجة، وأيضا سأستخدم جروب للمحافظة على حجم الصورة الأصلي. لاحظ الآن النتيجة size M2 نفس حجم الصورة الأصلية، لكن المشكلة في هذه الحالة M2 كما تلاحظ سيتم اقتطاع جزء من الصورة، لكن مع المحافظة على حجم الصورة الأصلي. حسناً، إذا أردت تدوير الصورة امشو M rotate M 90 درجة، سيتم قلب الصورة. بدلا من استخدام التابع M rotate، هناك تابع جاهز في الماتلاب يساعدك على قلب الصور بمقدار 90 درجة. تابع جاهز، ما هو هذا التابع الذي يمكنك استخدامه مباشرة لقلب الصورة بمقدار 90 درجة دون استخدام التابع M rotate؟ سأنتظر إجاباتكم. فليب، يمكنك قلب الصور إما على محور أفقي، وذلك بقلب البكسلات من الأسفل إلى الأعلى، أو على محور وفق محور عمودي من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين. يمكنني استخدام تابع مثلا لدي مصفوفة 1 4 2 5 3 6. نفرض لدي هذه المصفوفة، هناك تابع لقلب عناصر المصفوفة flip للقلب flip left right left to right عناصر المصفوفة A. لاحظ قام بقلب عناصر هذه إلى اليسار وهذه إلى اليمين، وأيضا هناك تابع آخر flip up to down أي من الأعلى إلى الأسفل. لاحظ كيف قام بقلب عناصر المصفوفة A. سأقوم باستفادة من هذا التابع في قلب الصورة. لدي صورة M show M، هذه الصورة M4 تساوي flip left to right M. لاحظ النتيجة، قام بقلب الصورة من اليسار إلى اليمين M show M. يظهر النتيجة في gear M show M4. هذه هي الصورة الأصلية، تم قلب الصورة. حسنا، إذا أردت قلبها من الأعلى إلى الأسفل سأقوم باستخدام تحسين نتيجة M5 flip up to down. لنعرض النتيجة M show M5، لاحظ قام بقلب الصورة. حسنا، أثناء العمل لاحظت بأنني أريد مقارنة عرض الصورة الأولى ومن ثم عرض الصورة الثانية. هل في كل مرة سأضطر إلى وضع فيجير جديدة لعرض نتائج الصور والتحكم بعدة نوافذ؟ لتسهيل العمل سأعلمك تعليمة جديدة تمكنك من عرض أكثر من صورة على نافذة واحدة، وهذه التعليمة تدعى سب بلوت، لعرض أكثر من صورة على نافذة واحدة. سأعرفك أولا على بارامترات هذه التعليمة. لنفرض سأقوم بعرض هذه الصورتين بهذا الشكل بشكل متجاور. البارامتر الأول N يدل على عدد الأسطر على عدد الصور، أما M تدل على عدد الصور التي أريد عرضها عموديا، أي وكأنني أخزن الصور ضمن عناصر المصفوفات، و N و M تقوم بتحديد عناصر المصفوفة. لاحظ مثلا في هذه الحالة سأقوم بكتابة سب بلوت 1 2، أي سطر واحد وعمودين. أما B فتقوم باختيار الشكل الذي تود التعامل معه، مثلا هنا
عندما أضع subplot 1 2 1 سيقوم بالتعامل. أي تعليمات أضعها بعد هذه التعليمات ستقوم بالتعامل مع هذا الشكل. وأيضا subplot 1 2 2 مثلا سأقوم لنفرض أنك تود عرض ثلاث صور بشكل عمودي، سأضع subplot 3 1. أما ب تقوم باختيار الشكل، وهنا بعد هذه التعليمة أقوم بوضع التعليمات التي أريدها للتحكم بكل نافذة، مثلا بشكل مربع 2 2. subplot 2 2 1 يقوم باختيار هذا الشكل. نفرض أردت اختيار هذا الشكل والتحكم به، سأقوم بعرض subplot 2 2 4. لنطبق ذلك على مثالنا، سأقوم بوضع subplot 2 2 1. في الشكل الأول سأقوم بعرض M show M1 subplot 2 2 2 ونسمى M show M2، وأيضا الصورة الثالثة هنا في الجزء الثالث. وأما الجزء الرابع سأقوم بعرض نعرض الصورة الرابعة والخامسة هكذا، وهنا الصورة الأولى، الصورة M، والصورة الثانية كانت في نفس الحجم. حسنا هكذا أفضل. انتر. لاحظ قام بعرض الصور هذه عندما قمت بقلب الصورة بإمكروب وزاوية 45. وهنا لتمييز الصور يمكنني يفضل التعامل في مثل هذه الحالة للتعامل مع أكثر من صورة. أنصحك باستخدام سكريبت، تقوم بوضع نيو سكريبت ووضع الكود فيه. مثلا أود إضافة هنا تايتل، عنوان فليب جير إيميج، وأقوم بحفظه بأي اسم. لاحظ قام بالتعديل بإضافة الاسم إلى هذا الشكل، هذه الصورة وتحديد عنوان جديد لاحظ قام بإضافة الصورة مباشرة إلى هنا. أرجو أن تقوموا بتطبيق هذه التعليمات، وأن نلقاكم في جلسة قادمة للتعرف على المزيد من المعلومات حول معالجة الصور. شكرا لكم.